تمت المصادقة على قائمة شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي وتمكينهم من امتيازات كمنحهم بطاقات العلاج ومجانية النقل وفتح حساب بنكي تودع فيه جراية خاصة بهم. كما تم النظر في ملف انتداب المنتفعين بالعفو العام حاملي الشهائد العليا حيث تم انتدابهم جميعا. كما تطرقت هذه الندوة إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية، إذ تم عرض مجموعة من المقترحات كصياغة مشروع قانون الجريمة الإرهابية، هذا إلى جانب العمل على إحداث محكمة عربية لحقوق الإنسان.